الأخبار اللي بيتمسى بهالوجوه الحلوة صدقا، إذا كان متشائم بيتفائل خير. المرأة هي كل شيء بالكون، لولاهي ما بيكون الرجل ولا الابن ولا الأخت ولا الأمها ولا الحبيبة. قالت له نسيتني، قالها أنا ما يوم أفكاري سلوكي، لكن صعب عديارك سلوكي. الطريق ما هي سالكة بأي وقت يعني. وإذا الجيران عني سلوكي، قليلن بيعبد رمش عيني والهداب. الله حلوة. سيدنا النبي كان يقول أوصيكم بالنساء خيرا، ما أكرمهم إلا كريم وما أهانهم إلا لئيم. فالمرأة تستحق التكريم لحدود القداسة. ماشي. قلت له وساعة لمرتي. لا حبيت مرة وتزوجت مرة. بس الله أكرمني فيه وبولاده، عندي 12 وليد، إلا أنه ما قدرت تجيب أكثر من هيك. بس اسأليني عن هؤلاء الأولاد. يا سيدتي منهم ثلاثة، اثنين بيحملوا دكتوراه بالقانون. نعم. عندي ثلاثة بمجال الطب. نعم. عندي فاطمة صيدلانية، 5 بنات حملت إجازات مختلفة. قلت له وساعة منك ألهوها وإن قصرت أحب إلي من الدنيا وما فيها. يعني شكرا. اللي بيزعج المرأة حتى لو بنظرة هيك بيستفزه، كيف أنا بشوفه؟ رسالة المجتمع، المرأة والأم والأم مدرسته. إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فأنتوا كيف أنا بشوفكم؟ أنتوا كل شيء بالمجتمع. والله ما عم بالغ، والله ما عم بالغ. قلت لك أنا عندي 5 شباب، إذا لزم الأمر فيني عيط على حدا منهم، بس على بنت من بناتي يستحيل. ويوميا بيكونوا عندي بالبيت بعرسان، وقت اللي بدهم يطلعوا بحملهم أولادهم، أقسم بالله، وبقطعلهم الطريق، بس طبعا بطريقة مهذبة، وبفتح له باب السيارة للسهر. كيف لك؟ المرأة هي الأكسجين لكل مجتمع وبكل مكان وبكل زمان. كلمة اليوم، المرأة بالنسبة لإلي هي الأكسجين. وتحياتي لمدير المستقبل، لأنه أحسن الاختيار لما كلفكم بهيك مهمة. لمنى سعيدون. تحياتي لإلي.